عسلامة ومرحبا بكم في برنامجكم بنت الكوجينة. عسلامتكم في آخر يوم من شهر رمضان المعظم، إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. أمين، حبيت نشكرك على ليزانفيتي اللي جاونا في رمضان، أيامات رمضان بيوم. أنسونا برشا وشرفونا في الكوجينة بنت الكوجينة. نحب نقول لك اللي اليوم عندك سيركريز اللي هي أنت تحبها على الأخر، ومش تفرح ومش تشكرني كيف. لا مشكور. تو تشوفها ضيفتي وصلت. هاني جيت. عسلامة. شنو أحوالك؟ يعطيكم الصحة. يعيشك. يعطيك الصحة. لاباس، شنو أحوالك؟ يعطيكم الصحة زوز. يعيشك. يعطيكم الصحة في اللي عملتوه، كل شيء بالكدا. وحاجة اللي فرحانة بها أني اللي قمت به الكل في المستوى. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. حاب نعلمكم سادة المشاهدين، راهي هي اللي غرمتني وعلمتني الكوجينة. غرمتها هي زادة. وين زادة؟ هي اللي غرمتني الكوجينة. هيك علاش احنا تو زوز عملنا برنامج بنة الكوجينة. عيبي. الحمد لله. خارق العادة حاصلو. دونك تيان هذي باش تعمل الخبز. هكا ولا نتاع العيد كالعادة. وي. الله لا تقطع لنا عادة. خبز العيد. اللي بدا نعملوه في الدار. سهله يظهر لي فيك هذه شرموله وهذا الحوت المالح وكيف كيف هذو من تقاليدنا والحمد لله يا ربي ان شاء الله كل عام حيين بخير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ديما سنين ديما ويعطيكم صحه تو سهله باش نشوفك عاد كيف باش تعملها باش نخدم لا كاندي اللي هو تنساف معناتها حاجه باهيه برشا وزينتنا كوجينتنا والبلاك دوما نحل معناتها البلاك نخدم التمبيراتور اللي حاجتي بها عندك ثلاثه عندك اثنين عندك واحد الطنجره نتاعنا كوكارت باش تسخن باهي هذا الزيت هذا شتوي عصره ثانيه مستخرج من الزيتون وبنين ياسر نطيبوا به ونفوقوا به ونقليوا به فخويتي تحسوا فخويتي باش نحطوا الزيت باش نعطيكم باش نعدي الروسيت نتاع الشرموله اللي هو ناخذوا كيلو شرموله عليها زوز كيلو بصل اما انا عملت هوني شطر الروسيت معناتها خديت رطل زبيب عسلي اللي احنا رحيناه في الماكينه العربي ومن بعد خرجناه على الغربال هبط القوه نتاعو اللوطه والفوق هيكم الحبات نتاع الزبيب والقشره نتاع الزبيب نحيوها ونطيشوها صحيح معناتها خديت هوني رطل هوني خديت كيلو معناتها الدوبل نتاعو خديت بصل عندك رطل شرموله تحط عليهم 250 مليلتر زيت الزيت دونك انا تو مش نسخن الزيت مش نحطوا البصل باش نحطوه البصل حتى لين يذبال ويصفر ما يزموش يحمر اما يذبال ويصفر يولي اصفر ومعناتها كيف احنا حطينا البصل هوني حتى لين يذوب يولي اصفر وقتها احنا باش نحطوا الزبيب ومش نفوحوا الشرموله اللي هو باش نفوحوها براس حانوت راس حانوت اللي هو متكون من كبابه عود شركه وقرفه وشوش ورد مخلطين مع بعضهم الاربعه هوني ومش نحطوا العود بتاع القرفه ومش نحطوا رشه صغيره سكر في الاخر باش تغمق لنا الشرموله اللي حضرناها ومش نفوحوها بشويه فلفل احمر انا باش نبدا نحضر الخبز توا هذه لاباري انتونيشوب.com فونتولين وعندهم نقطه البيع نتاعها في مون بليزير حضرنا 500 غرام سميد رنده وثم سميد جيد وسميد متوسط وسميد الخشيب كل واحد كيفاش يحب يخدم حضرنا 150 غرام فارينه رنده باكو خميره عظمه ولفاح نتاع الخبز باش نستعملوا بالطبيعه زيت شتوي وشويه ما دافي صحيت باش نزيدوا فارينه خليه
عظمك باش نزيد الحميره باش نحط ماء دافي من كاسين ثلاثه كيسان ونطبقوا باش نزيدو شوية زيت على شتوي باش نزيد شوية ملح وديما بالطبيعة نخليو الملح بعد ما نحطو الخميرة العجينة حضرت زهرة كما قلت أنت سهلت علينا برشا ديني شاب صحيح مش خليها ترتاح بين الساعة والساعة ونص السودي تاش ملي باروة متاع حريطة ظهر اللي هي تخدمت بالقداء البصل سي بال وصفار بالباهي باش نحطو الزبيب اللي خرجناه بعد باش نفوحو باش يقعد يطيب يقعد معناتها الكونتيتي هذه صغيره تقعد بين ثلاثة سوايع تكون كونتيتي كبيره تقعد بثمانية تسعة سوايع باش نحطو نحطوا لها العود قرفة باش نحطوا لها شوية مسكتة أي المسكلة اللي تعطي اللقة في ال اللقة أي تعطي اللقة بريون في الشرمولة باش نحطوا لها شوية فلفل أحمر هكا شوية برك وبعد كي تطيب اخر حاجه باش نفوحوها ونحطوا لها شويه سكر يعطيك الصحه انت عاد عندك فكره الشرموله اللي هي من تقاليد الساخس احنا قبل بثلاث ايام كيف نقعدوا ندوروا حتى في البلاد ولا معناتها في الزنق نتاع بلاد العربي تقعد تشم كان في ريحه الشرموله كنا نشريو الخيشه نقولوا لها خيشة اللي هي معناتها شكارة نتاع الزيتون شكارة الزيتون وناخذوا وقبل كانت الأمور متيسرة والحمد لله وكل كان المناني كان القاروس كان البوري الكرشو والحنيش الصفاقسية هيك اش كانوا قبل يعملوا في الحوت نزيدوا حاجة أخرى راهو كل قدير وقدروا نجمو نعملوا الحوت المالح هذا بالقاروس المربي اللي انا خذيته اليوم من ام جي وفرشك وكل واحد اي نوعية بتاع حوت يجي معملها بالبيع ثم انواع ما يصيروش اللي سميتهم انت هما الكل اما نعاود ناكد راهو حتى القاروس المربي كل قدير وقدر ما يتكلفش برشا ونجمو نلحوه اي صحيح باهي نبداو نلحو كعبة الحوت اللي هو نحينا لها الصرصور وحليناها نحطوا الملح حاولوا الملح راح نحرش اي ايوه لما تكون ملفوفه كلها في الملح انا عندي كعبه ملحتها عندي تو جمعه ولا حضرتها اي باش نوريها ساده المشاهدين بعد
بعد هذه نلفوها بطبقه ونرزنوها. شو نوريهم اللي حضرناها؟ هاني هذه حاضره هكا رزناها. بعد الملح الماء نتاع الحوطه الكل جينا في الملح وقعدت نبدل الملح كل مره ملح جديد. الحوطه تملحت ومن بعد الحوطه هذه نهار العيد الصباح نقشروها ونقصوها ونطيبوها. تنساف انت مرات كيف طيبنا الحوت نقول لك هذه ملح، تقولنا لا هذه طيبتها طيبه برك. مرات نقول لك ما فيهاش برشا ملح، تقولنا طيبتها على مرتي. على مرتي اي 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 هي راهي فيها معناتها حكمه، ماهيش الواحد هكاك عملتها، مش انا عملتها يعني من التقاليد. خاطر ثم نوعيه نتاع حوت تشد الملح برشا، وثم نوعيه لا، هو القاروص مش يشد الملح، صحيح المنان يشد الملح. شربنا سيء شو نكمل نفوحها، شو نحط ناس الحانوت شوية، ناس الحانوت شو نحط شوية سكر باش تعطينا الكحولية تاع الشرمولة. هي تبارك الله شرمولة كحلة زهرة زهرة بالقدا بالقدا، وحاجة فيها باهية هالطنجرة هذه ما خليتهاش تشد يعني الحمد لله. يعني هي برشا النوعية هذه نتاع الطناجر هذو هاي مزيان برشا الشرمولة وعلى قاعدة. بسم الله بارك الله بارك الله بارك الله. توا رجعنا لكم باش نعملوا الحلو اللي هو ملفوف بالجوزة اللي فيه العسل اللي مش نحضروه فيه 300 غرام سكر عليهم 130 مللتر ماء. هيك باش نطيبوا العسل ومن بعد الحشو اللي عندنا نتاع الجوزة فيه 300 غرام جوزة مرحية مش مغربلة، خاطر نحب انا كجوزة تقعد حرشة شوية. وهوني عندنا 100 غرام لوز ابيض مرحي ومغربل، ومن بعد باش نخلطوا معاهم شوية سكر رندا سكر محور، وعندنا كعبه فستق باش نزينوا بهم الفوق، وعندنا شويه نشا اللي باش نحلوا بهم الباد. باد ديكور هذه حاضره ناخذوها، والا تجم تعمل باداموت في الدار اللي هي فوندون ونزيدوها ندخلوا معاها اللوز الابيض المرحي ومغربل. باش نبداو نحلوا البلاك، باش نحطوا السكر، نحط عليهم 130 مللتر ماء. هذا العسل البونتا اللي ما غير قارص باش نخلطوا به العجنه نتاعنا اللي مش نحطوها في وسط البات هذه البيضه. باه عندنا هذوما زوز باش نخلطوهم هوني، باش نحطوا معاهم شويه سكر محور. علاش حطينا اللوز؟ حطينا اللوز مع الجوزة خاطر الجوزة مزيتة كي مش نخدمها انا في الطنجرة على البلاك، الجوزة تخرج زيتها، نزيدوها شوية لوز باش هيك اللوز يشرب الزيت اللي فيها، والسكر محور باش يحطها هي فيها عسل، نزيدوها شوية سكر محور باش الحلاوة نتاعها تقعد ظاهرة. حطوهم هوني. هي اللي تجي لا يبسة لا حتى تتعلق هكا شويه وكهو. حطوا هوني، مازلنا ما حليناش عليهم البلاك حتى لي يحضر العسل. العسل سيحضر حتى انا خبزه العيد حضرت. انا طيبتها
المره هذه في فور كاندي اللي هو اير فونتيلي، يدور النار على الكل هاكيش فيها ترى الطياب نتاعها كامل ماشي كيف كيف، اللي هو عنده زاد البلاك شوفونت وعنده الميكرووند وساعدوني برشا السنه في الكوجينه. لا زهرة ديجا هيلة تري حتى تشهي. العسل اللي حضرناه نحركوه قبل ما يبدأ يسخن يغلي، معناتها نحركو شوية السكر والماء باش السكر يذوب ومن بعد نحطوه يغلي. تفريقة ثانية وإحنا نحيوها ما نحطوش حتى يغمق، باش نحطو الجوزة واللوز ومن بعد باش نصبو عليهم شوية عسل ونحاولو نعزدوها شوية على البلاك باش تاخذ هيك التعليقه. اي باش تاخذ التعليقه. في السبان العسل عينك ميزانه، عيني ميزاني انت والفاكهه قداش تشرب، معناتها هذه هكا تقول انت جاريه، اما احنا نشيحوها شويه وقت نحسوها ما عادش لاصقه في وسط الطنجره راهو سيء. حضرت تبدا عصر تفضل. اي عمل كده عصر تحضر انت الباتا. اي ما مش نحطوها، نغطيوها بالتابية اي ظهرت بالقداو بدأت تنحى بدأت تشيح. اي يقول لي يزيها هاي شغلك. زيد القويم عليها شوية باش تزيد تنشف لنا شوية باش من بعد نجمو هي تو كي تبرد تشرب أكثر. أي. نجمو نعملوها دي بودان معناتها من بعد تسهل لنا في الخدمة. سي بون. نحطوها هوني نحطوها شو معناتها تولي ما عادش تلصق. تشرب الباهي ترتاح شويه حتى تبرد، ما لازمناش نعملوها سخونه باش ما تحللناش البات خاطر البات هذه فيها سكر في السكر اي تولي تسرع. حطوها هوني ترتاح شويه. العجنه تاع الحشو تاع الجوزه واللوز بردت، باش نحضروا لي بودان باش نحضروهم باش من بعد نلفوهم بالبات. هذه التكستير كيفاش هي اللي تعطيك الطوع. صحيح باش نشوفوها هكا حلوها الخشن مقابل كيت سنتيم ونص دو سنتيم بالباهي باش ما تقعدش مجروحه من فوق باش ما تتشقش. هذه اخر واحده نحاولو ندينا نلمو باش نحطو انشا باش الباك طوعنا الحلاق. اي ونشا يرجعها كيما نقولو حلاليس. اي
نحطوها. قربوا العسل بحر لان خاطر باش نسحقوا. حاولوا كي نحلوا البات حلوها مستطيله باش نلفوا لفه تجينا قد قد. باش نبدا نحيو الجناب باش نحطو عسل باش نخدموه شويه بصابعنا. بعد ما حطينا العسل باش نعديو عليها بصبعنا نلبسو القوم باش نعديو هكا بالصوابع يدخل هو العسل أي. في البات وبعد يتلمنا يتلم بالقدا نحطو هوني قد ونلفو اللفه الاولى الحرف الفوقاني يزمو يدخل في وسط البات باش ما تقعدش خشينه. ومن بعد نلفو قد قد هو والحرف باش نقصو باش نقتلو الحرف اللي قاعد من فوق. باش نشدو هكا ونقتلوه على الحرف الاخر. الطيه تجي هكاكا معناتها وبعد باش تحطها هي اللوطه الطيه. بعد الطويه باش تقعد اللوطه. نعاودو نعملوها شويه هكا. بعد ما نكملو لي بودان هذوما الكل نحطوهم هذوما معناتها في طبق مش في الكوجينه خاطر الكوجينه سخونه على البيت الفطور ولا في الصالون بلاصه فيها شويه هواء يقعدوا نهار كامل وبعد نقصوهم باش تجي القصه مزيانه. سالتك الصحة في السيربريز. نعيشك. أنا حبيت جست نشكرك قد ما نشكرك شوية اللي علمتني وقربني بالكوجينة واللي عمري 12 سنة. وأكثر حاجة علمتها لي هي كيفاش هيك الزيادة. تقولي من فص. أي صحيح. وعندك كلمة اللي ما ننساهاش ديما اللي هي اسمع وتعلم. صحيح. أنسنا تنساف مرحبا بيك. ونورتنا في الطاولة الحمد لله. وحبينا نعاودوا نسبينك اللي حضرناه مع بعضنا ساعة الماكلة اللي هي شرمولة وحوت مالح اللي هي شرمولة هذي شرمولة طايبة بالبصل وعملنا حوت المالح وطيبناه في الماء وعملنا الملفوف اللي بالجوزة زيناه بالفستق وأمين عملنا الخبز العيد. خبز العيد عجبتني برشا حلوة مزيانة الملاحة اي لاخذ طاب الكل اللي عندنا اليارتي خدمنا باللي بلونش خدمنا باللي رامكا عبينا فيهم عندهم اصحاب عندهم لي ستاتور الكل بلوح الزيتون اليارتي حلوين برشا تحس الطاوله زيتوها رونق. حبيت زادا نقول للعباد اللي عايشه البراء اللي برشا تليفونات جاوني ميساجات جاوني اللي بالحق يحكيوا بكل معناتها من قلبهم قالوا لي يا سهله كي نتفرجوا على البرنامج هما في الغربه حسينا اللي احنا في عائلتنا في رمضان اللي احنا بالحق عباد راهو تبكي وتكلم فيها وتقول لي يا سهله راهو حسينا رمضان في بلاد الغربه حسينا بالعائله نتاعنا احنا معاهم الحمد لله. هو في حال ديت يعني البرنامج اللي فيه حاجه اللي تميز بها هيك الانفيتات يا اخي رمضان شنو تما وعلى الحضور اللمه وعلى اللي تستدعيوهم الكل وانتم طبعا
تبارك الله محليهم يكم لي زانفيتي الكل محليهم محليهم هذيك خليو نحسوا معناتها دار في عائله فهمت يعني رينا كل شيء رينا يعني تطبيق الوصفات رينا هيك لاكوي نتاعكم هيك الاستقبال نتاعكم محلي قديش يعني كيما نقولوا احنا فيه ضمار وفيه هيك الضحكه وفيه هذاك عنده قيمه والحاجه اللي عجبتني اي عندي تدخل حس روحه معاك الرجل يعني كسوا هاك المراه ولا الرجل تحس فريمون ويعطيهم الصحة كلهم يشكروا وشيخين هذه ملاحظة للناس كل لحظتها أي أن بتدخل شيخ مبهر بكم أنتم السوق ثم حاجة أخرى هذا اللي حكيت فيها أنا وياك قبل ما نبداو البرنامج هذا كيفاش ما نكلفوش الماكلة على المواطن كيفاش عطيتني بوكو دو فلوس قلت لي راهو تنجم تعمل الرسات هذيا وتخرج منها كذا هذا نحب نعلم السادة المشاهدين هي الرسات نتاعي أنا ومرتي أي أما راهو عندها هي 60% على الاقل شيء من لي روسات وقبل ما نعمل الروسات راني نكلمها ونعاود نشاورها قبل هذه كفرحت نقولها كيما تعرف مين باش تفهموا اللي راهو الفن الطبخ راهو عباره على نافذه مفتوحه على العالم والحضارات اللي صارت في الدنيا يعني في كل بلاد وفي كل جهه خليت البصمات نتاعها وظهر اللي ريتو كيف ما هذه الشرموله والحوت المالح وكل راهي ماهيش من معناتها خارجه كان من تونس راهي جات من برشا بلايص وخاصه الدوله العثمانيه اللي هي اكتسحت العالم الحاجه الباهيه اللي احنا في بلادنا في تونس خاصه برشا تقاليد كل بلاد عندها عاداتها وعندها تقاليدها تتميز بها واللي في باهي خاصه معناتها بالبلاد البلاد تبارك الله كل واحد حاجة جديدة. شنو هيك التمييز وكل واحد عنده النكهة نتاعو ورحنا التوانسة حبة من حبة رحنا أذكياء ورحنا ناس مجدودين ونعرفوا نتصرفوا في الحياة كان من ناحية يعني كما نقولوا احنا حتى من ناحية الاقتصادية معناتها نحاولوا نرضيوا رواحنا والحمد لله يا ربي واحنا راهو الناس الكل فرحانين راهو تقاليدنا تبارك الله منشوره كامله انا نتذكر او نعطيك بخلاف معناتها الانسان اللي شاف في كامل الجمهوريه هاني نعطيك مثلا جبت تو الصفاقس رحنا قبل العيد بثلاث ايام هيك التحضيرات هيك صينيه البقلاوه اللي تجي العمه والخاله ويقعدوا مع بعضهم يحلوا الصينيه هذيك معروفه زيد في عيد الصغير عندنا صينيه البقلاوه بيان سور الحوت المالح والشرمولة ثم حاجة اللي هي خارقة العادة اللي معناتها تفرح الكبير والصغير هو هيك التقاليد متاع يزمك تكون العائلة كاملة منضبطة ما فيش يعني ما تجيش تقول هيك العائلة زعما عملت سينيتها ولا هيك لا 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 الناس الكل خيين الناس الكل توقف لبعضها الناس الكل هيك اللحمة هذيك ما نخليه الجار احنا ما عندوش بقلاوة تجي معاك للدار تحل معاك الصينيه وتهز الحكه نتاعها يعني الناس الكل عشنا بك الطريقه هذيك وتبارك الله معناتها موسوعه كبيره ثقافتنا في الطبخ موسوعه كبيره اللي ما نجمش نقعد نحدد لكم هذه وهذه خاطر تبارك الله شيء كبير وبحكم العمر ما تنساوش معناتها الانسان ماك تعرف ماهوش العمر واحد الحمد لله تعلمناها مع الجدود والجدود اللي وصلنا هذه حاجه اللي فرحت بها انا كيف وصلتها ليكم وانتم طبقتوها كما حبيت انا كما تخيلت انا في كلمه اسمع وتعلم هذه نعمه من عند الله ان شاء الله كملت الوصله انا هيك هي هيك البغيه انا وقت اللي ريت روحي وريت ومش بحاجه يعني باللي 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 علمت وباللي وقفت وكل كيف نقول وصلت شفت هذا الشر هذا يوميا وانا نضحك وانا فرحانه معناتها نقول هذيك هي الثمره نتاعي ما حاجتي بشيء الحمد لله هكا هو هذه حاجه واحنا توا ان شاء الله يا رب يا رب يا حفيظ احفظنا من هالوباء يا ربي بعد علينا البلاء ويا ربي انصرنا وارحم موتانا وشفي مرضانا امين توما بقالنا كان باش نقول لكم شهية طيبة وعيدكم مبروك بنية الكوجينة